هلو، ذس از دكتور وعد. لو بتشوف الفيديو ده في رمضان او لو هتشوف الفيديو ده بعد رمضان، فهو دايما احنا بنتعرض لده، بس رمضان بنتعرض فيه لده بجرعة اكبر بكتير. بنتعرض لمغريات وبنتعرض لضغوطات. الضغوطات دي على فكرة هي من السبب، من الاسباب الاساسية اللي بتخلي الناس ما تكملش في الدايت، او بتخلي الناس ما تعرفش تلتزم فترة طويلة، سبيشالي في الاوقات بتاعت الهوليديز، الكريسماس مثلا وكده، وطبعا رمضان. لو احنا بنتعزم كتير، ولو احنا بنخرج كتير، ولو احنا بنتعرض لمغريات كتير، ازاي نعرف نمسك نفسنا على الحاجات دي، وازاي نعرف نفضل مكملين، وازاي نعرف ان احنا نقعد في الاعداد دي من غير ما نخسر السوشيال جاذرينج ده، او التجمع العائلي او الاجتماعي ده، من غير ما احس ان انا بعمل حاجة غريبة، او من غير ما احس ان انا مختلف عن الناس. خلينا متفقين ان اي حد وصل لمرحلة انه وزنه زاد فترة طويلة، وقعد فترة طويلة وزنه زايد، يعني مش مثلا زاد في شهر وخسوم تاني، لا، قعد فترة طويلة وزنه زايد، بيكون لازم علشان اصلا يحصل كده يكون في علاقة عاطفية من الاكل او مع الاكل، يعني في ايموشنال ايتينج، او ان انا باكل لاسباب عاطفيه، باكل عشان انا متضايق، باكل عشان انا زهقان، او حتى as far as باكل عشان انا مبسوط. المهم ان في احساس بيخليني اكل، ان انا باكل حسب عواطفي، متوتر باكل، مبسوط باكل، زعلان باكل، and so on. خلينا متفقين كده ان ده معناه انه انا مرتبط عاطفيا بالاكل، وبنجو as far as ان في ناس ممكن تبقى addicted لاكلات معينة، ممكن ابقى مدمن اكلات معينة. الادمان في السكر، السكر ادمان، وانا شرحت ده في الفيديو ده بالتفصيل. في دراسات بتقول ان السكر تأثيره على المخ اكتر من الكوكايين في الادمان، فالسكر ادمان. في ناس تانية ما بتحبش السكر اصلا، ورغم كده وزنها بيزيد جدا، وبيجيلها السكر من كمية الانسولين، علشان بياكلوا حاجات تانية شبيهة للسكر برضو فيها ادمان، وانا اتكلمت عنها في الفيديو ده، اللي هي النشويات المخففة، المخبوزات والعيش الفينو والباتيهات والحاجات دي كلها. انت بتبقى مش بس مدمن على النوع ده من الاكل، انت بتبقى مدمن على الاحساس اللي بيديهولك النوع ده من الاكل، بتبقى مدمن على فكرة الاسكيبزم او الهروب اللي انا بروح لها لما باكل الحاجة دي، او بعمل التصرف ده، فبنسى الحاجة اللي مضايقاني، او بنسى الحاجة اللي موتراني، او بنسى whatever الحاجة اللي انا بحاول اهرب منها for a moment. يعني انت بس مجرد وانت بتاكل، وبعد ما بتاكل الموضوع بيتغير خالص. خلينا في الاول كده متفقين انه النوع ده من الاكل غالبا بيكون ادمان، وكل واحد عارف كويس قوي هو لو مدمن على ايه. انا كنت مدمنة شوكولاتة، عادي، انت هتبقى عارف انت مدمن شوكولاتة، ولا مدمن حلويات، ولا مدمن سكريات، ولا مدمن بسكوتات وشوكولاتات وكده، ولا بقى مخبوزات اللي هي برضو بنفس السوق، يعني اللي هي العيش والباتيه والكراسون والحاجات دي، حتى لو ما كانش فيها سكر. في علاج الادمان، عارفين ال 12 خطوة بتاعت علاج الادمان؟ اول خطوة علشان يعالجوا الادمان اسمها honesty، او الصدق، او ان انا ابقى صريح مع نفسي. وفي ال honesty دي بيعلموهم ايه؟ accept that you're powerless in front of your addiction. يعني اعترف، او accept يعني اقبل فكرة ان انت ما عندكش قوة، او ان انت ضعيف قدام الحاجة اللي انت مدمنها. انا اتكلمت قبل كده عن الارادة، وقلت ان الناس كلها فاكرة ان السبب اللي بيخليها مش عارفة توصل لأحلامها، او مش عارفة توصل لأهدافها، هو الارادة، وده مش حقيقي. الارادة مش معناها ان انا اقعد قدام الحاجة اللي انا مدمن عليها واقول انا عندي ارادة فمش هاكلها. النوع ده من الارادة بينفذ بسرعة جدا 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 جدا، وده اصلا مش تعريف الارادة. الويل باور مش معناها ان انا استفز نفسي. لو حد بيبطل سجاير، ما ينفعش افضل اشرب سجاير من قدامه وهف في وشه، وهو عشان عنده ارادة مش هيشرب سجاير. ممكن يوصل للمرحلة دي بعد سنين، ولكن هو مش ده الصح، مش ده اللي المفروض يحصل. المفروض يحصل ان انا استخدم الاراده بتاعتي في ان انا ما اعرضش نفسي للمغريات، مش استخدم الاراده بتاعتي في ان انا ابص على المغريات وابقى قاعد جنبها واقول بس انا عندي اراده ومش هاكلها ومش هاجي جنبها. طيب انا مثلا الصح 100% ان الحاجه اللي انت مدمن عليها دي انت اصلا ما تتعرض لهاش. يعني لو انت مدمن شوكولاته ما تجيبش شوكولاته في البيت، لو انت مدمن حلويات ما تجيبش حلويات في البيت. طب بس انا عندي عيال، طب ما العيال ممكن يجيبوا شوكولاتات. على فكره الصح لو في واحد مثلا في البيت بيبطل سجاير، وانت بتشرب سيجاره كل شهر كده تفاريح، الصح ان انت علشان تسبورت الشخص ده انك ما تشربهاش قدامه. ده الصح. في الشوكولاتات وفي الحلويات نفس الكونسبت بالظبط. انا مش مفروض الحاجه دي تكون في البيت،
ولو بتتجاب علشان الولاد هم يجيبوها لنفسهم، مش انا اللي اروح اجيبها لهم، هم يجيبوها لنفسهم ويخلوها في اوضهم، وده مش عيب. يعني احنا لما بنحس ان احنا بنعمل كده بنتخيل انه ايه ده، هو انا خلاص يعني للدرجه دي ما عنديش اراده، يعني مش عارف امسك نفسي على شوكولاتايه؟ ايوه للدرجه دي عادي، احنا بني ادمين ما فيهاش حاجه، مفيش حد عنده باور على حاجه هو مدمنها. هتوصل للمرحله دي على فكره مع الوقت، يعني انا دلوقتي عادي ممكن اشوف الشوكولاته ومبقاش عايزه اكلها، فيري ايزي، بعمل بدايل ليها وبعمل حلويات تانية ما فيهاش سكر خالص، مفيش اي مشكله، لكن مش هجيب الشوكولاته في البيت واقول انا عندي اراده ومش هاكلها. فدي اول حاجه، دي اول حاجه لازم نبقى فاهمينها كويس قوي، ان انت لو انت قعدت، لو انت مثلا مدمن حلويات شرقيه، طبعا الحلويات الشرقيه بتاعتنا تحفه وقمر ومفيش احلى من كده، يعني بلح الشام والقطايف والكنافه والكلام ده كله، وده الموسم بتاعها في رمضان. لو انت اصلا مدمنها، ولو انت اصلا بتحبها، ولو انت اصلا كنت بتستنى رمضان عشان تيجي، وانت فاكر ان انت دلوقتي ايا كان ليفل الوعي اللي بقى عندك، وايا كان فهمك للانسولين والجلوكاجون والحاجات اللي انا بشرحها او الحاجات اللي انت اتعلمتها مني او من غيري، هل انت متخيل ان ده معناه ان انت هتفضل قاعد على السفرة وهتشم ريحة الحاجة اللي انت بتعشقها ومش هتدوقها؟ بنسبة كبيرة جدا ده مش هيحصل. فالاحسن ان انا ما اعرضش نفسي للمغريات دي اصلا، especially لو انا لسه بادئ، يعني انا مش مثلا مبطل الحاجة اللي انا مدمنها دي بقالي سنة، لا ده انا مبطلها بقالي شهر، مبطلها بقالي اسبوعين. بنسبة كبيرة جدا لو تعرضت للمغريات وانت لسه في الفيز الاولانية دي هتضعف. فالاحسن ان انا ما اعرضش نفسي للمغريات، الاحسن ان انا لو معزوم في عزومة زي دي ان انا اقول ان انا مش هاجي علشان انا مش عايز اكل الحاجات دي، عشان انا مش عايز اكل، عشان انا عامل دايت، ان انا ما اروحش اصلا من بابه، وده برضو علشان البانديميك والظروف اللي احنا فيه. لو هيتقدم فيها الحاجة اللي انت مدمن عليها، لو الشخص اللي هيعمل لك اكل ده حد حبيبك، خالته مثلا، عمته، مش عارفة ايه، والله ممكن تقول لها انا مش عايزك تعملي كذا، اعملي لي حاجات تانية بديلة وهاكلها. فدي اول خطوة. احنا بنبقى وبنزعل من نفسنا، وفي ناس بتكرمج نفسها، انت ازاي عملتي كده، انا زعلان من نفسي، انا ما عنديش ارادة. ما فيش حد عنده النوع ده من الارادة. هتبقى عندك يوم بس مش هتبقى عندك كل يوم، يعني مش هتبقى عندك طول اليوم. ده غير بقى ان في حاجة تانية الناس بتعملها، وهي السوشيال بريشر. يعني انت دلوقتي عايزانا ما نروحش اصلا العزايم، او ما نخرجش اصلا مع اصحابنا علشان ما ناكلش الحاجات دي. هو انت فاكر ان البادي بيلدرز اللي طول السنة بياكلوا رز مسلوق وفراخ مشوية بيروحوا ماكدونالدز وما بياكلوش ماكدونالدز؟ لا، هو ما بيروحش ماكدونالدز. هو الصح ان انا ما اعرضش نفسي للمغريات، فمش لازم ما تروحش. بس لو العزومة دي فيها الحاجة اللي انت بس عارف ان هي ادمانك، وان انت لو شفتها هتضعف قدامها وهتاكلها وهتبوظ عشانها، سواء كانت محشي، سواء كانت قلقاس، كانت قطايف، وات ايفر، ما تروحش. في عزايم تانية، ولو انت عندك اوبشن انك تختار ايه اللي هيتعمل لك في العزومة دي اعمله، وده مش معناه انك ما عندكش ارادة، بالعكس هي دي الارادة. الارادة في ان انا اعرف stand up for myself، اعرف اقوم كده واقول انا مش هينفع اعمل كذا، وفي ان انا ابعد عن المغريات، مش في ان انا احط اقعد قدامها واخلي القطايف تطلع لي لسانها واقول انا جامد، انا عندي ارادة، انا مش هدوقها. ممكن مرة ولا مرتين بس eventually هنضعف، لان احنا بني ادمين عادي. انا لما بقعد مع ناس، في ناس كتير قوي بتقول كده، وده عادي يعني، ده very common، ما فيهاش اي مشكله، يعني nothing's wrong with you. بس في ناس كتير بتقول انا لما بقعد مع حد وبيعرض عليا حاجه انا بتكسف وبضطر اكل منها، حتى لو انا عامل دايت، وحتى لو انا مش مفروض اكل من الحاجه دي، او انا عارف اني مش مفروض اكل من الحاجه دي. لو انا عايز اعمل حاجه وانا عارف ان اللي قدامي عايز نعمل حاجه تانية، وانا عملت الحاجه التانية دي علشان ابسطه، او علشان انا، احنا ما بنقولش كده، احنا بنقول انا مش عايز ازعله او مش عايز اكسفه، ده people pleasing behavior. people pleasing behavior يعني انا عندي اعتقاد، وده مش لازم يبقى conscious، يعني مش لازم ابقى aware بده خالص، مش لازم ابقى واعي بده، بس انا عندي اعتقاد ان انا عشان الناس تحبيني انا لازم اعمل لهم اللي هم عايزينه، والا محدش هيحبني. فانا مثلا انا مش عايز اكل حلويات، بس خالته مثلا اللي عزماني، ولا طنط اللي عزماني، ولا حماتي اللي عزماني عايزاني اكل الحلويات، فانا عندي قناعه مش لازم ابقى مدركها خالص، انه لو انا ما سمعتش كلام حماتي، حماتي هتبطل تحبني. ده مش حقيقي، ده people pleasing behavior. people pleasing behavior يعني ان انا people pleasing يعني ابسط الناس، يعني ابتدي احاول ابسط الناس او ارضي الناس على حساب نفسي علشان يحبوني، ده مش صح. ولو احنا عملنا كده احنا كده بنتخلى عن نفسنا، واللي بيتخلى عن نفسه محدش هيقف له، ما انا نفسي اتخليت عن نفسي. لو انا بقى عرفت استاند اب فور ماي سيلف، ولو انا عرفت ان انا الناس اللي بتحبني دي المفروض انها بتحبني عشان انا، مش علشان انا بعمل لهم اللي هم عايزينه، لان ده كونديشن الله، حب مشروط.
فلو انا عرفت ان الناس دي بتحبني كده، بتحبني عشان هم عايزين اقعد معاهم، مش علشان انا لازم اكل معاهم عشان يحبوني. انت بتبقى متخيل ان انت لو ما عملتش كده الناس دي خلاص هتكرهك ومش هتبقى عايزاك تيجي تقعد معانا تاني اطلاقا. احنا بني ادمين برضو، ده مش ضعف. احنا عندنا سوشيال بيلونجينج، عندنا نيد فور بيلونجينج، عندنا احتياج لان احنا ننتمي لاي حاجه. فاحساسنا ان احنا منشقين خصوصا عن الناس اللي بنحبها ده احساس مش حلو، ومخنا بيحاول يبعدنا عنه باي طريقه، لان دي سيرفايفل ميكانيزم. زمان خالص من الوفات السنين كان انشقاقك عن المجموعه احتمال من يكون معناه انك هتموت بجد، حرفيا هتموت. فاحنا مخنا عنده سيرفايفل ميكانيزم فعلا، جزء من غريزه البقاء ان انا لازم انتمي. فانت لو فهمتها تو ديس ديبس ان الموضوع ملوش علاقه بيك، والموضوع ملوش علاقه بحماتك، والموضوع ملوش علاقه بباباك، والموضوع ملوش علاقه بخالتك خالص، الموضوع ليه علاقه بان انا عايز احس ان انا منتمي للناس دي وبعمل زيهم، مش عايز احس ان انا مرمي لوحدي كده وبعمل حاجه لوحدي، وان انا عندي قناعه ان انا لو ما عملتش للناس دي اللي هي بتحبه او اللي هي عايزاني اعمله هيبطلوا يحبوني. الاتنين دول بليفز، اعتقادات مش حقيقية اطلاقا. احنا الناس اللي بتحبنا بتحبنا عشان احنا في حياتهم، عشان هم بيحبونا، مش عشان بنعمل لهم اللي هم عايزينه. ده people pleasing behavior. احنا مش مفروض نعمل او نيجي على نفسنا ونعمل حاجة احنا مش عايزين نعملها وهتأذينا عشان نبسط الناس. طيب بس انت كده هتقدرينا وهتخلينا ما ناكلش الحاجات اللي احنا بنحبها وما نخرجش مع صحابنا والكلام ده كله. فممكن تخرج وتاكل اكل كويس عادي، مش لازم تبوظ لما تكون خارج. ممكن تروح عند حد وتاكل، تنقي الاكل اللي انت مفروض تاكله. يعني لو انت عامل لو كارب ممكن تقعد على السفره بس تاكل فراخ بس، تاكل سلطات، تاكل الخضار، تاكل الحاجات اللي انت عارف انك مفروض تاكلها، تاكل نشويات بس مش كتير. وانت عامل كيتو تشرب الشوربه وتاكل الفراخ وتعمل معاهم، بس مش ما تفتكرش انك هتعرف تدوق المحشي وما تكملش. صعب قوي يعني الليفل ده من الإرادة ما تعتمدش عليه. فاحنا هنروح وهنخرج وهنعمل هنروح العزايم دي لو احنا عارفين ان هي ما فيهاش الحاجة اللي هتخلينا بنسبة كبيرة قوي نضعف. وانت اكتر من اي حد تاني هتكون عارف ده، محدش غيرك هيكون عارف ايه الحاجة اللي انت لو تعرضت لها هتضعف. انت بتبقى فاكر ان انت هتتبسط لو انت قعدت وكلت القطايف. الحقيقة ان مش انا خالص، انا عمري ما هاجي اقولك ايه اللي انت عملته ده، بس انت بعدها بشوية هتحس انه كذا. بقى فكرة الافكار زي السنو بولز، زي عارفين كرة التلج اللي هي الاول بتبقى كده وبعدين بتفضل تتدحرج تتدحرج لحد ما تبقى قد كده. فالفكرة هتبدأ بان انا ايه اللي انا عملته ده، بعدين هنجو تو هو انا ما عنديش ارادة ولا ايه، هو مفيش ده بينفع معايا ولا ايه، وانا كل ما اعمل حاجه برجع افشل فيها ولا ايه، وانا ما بعرفش اعمل حاجه ولا ايه. نبتدي بقى نخش بقى في السيلف وورث، وان انا هبتدي بقى اكسر في نفسي، وان انا ابتدي اقول على نفسي ايه اللي انا بعمله ده، ابتدي اقول على نفسي انا ما بعرفش اعمل حاجه، ابتدي اقول على نفسي فاشل، ابتدي اقول على نفسي ما عنديش اراده. فانت هتدخل نفسك في لوب ملهاش اي لازمه، احتمال كبير جدا جدا جدا، وده بيحصل كتير جدا سبيشالي لو انت لسه بادئ، ان من كتر ما انت متضايق من الاتيتيود او البيهيفير اللي انت عملته، من التصرف اللي انت عملته ده، هتقرره. لانك هتحس انه ما بديهاش بقى، انا كل ما بعمل دايت بعمله اسبوعين وفي الاخر ببوظه. فما تاخدش الموضوع شخصي، دي قصه ناس كتير قوي. افهم انت بتعمل كده ليه، واعرف انه الباترن ده موجود كتير جدا مع اي حد بيبطل حاجه هو مدمنها، مع اي حد بيحاول يغير عاده جذريه في حياته. اي عاده علشان تغيرها جذريا عشان تشيلها تماما من حياتك بتبذل مجهود. انت عندك بليف ان المفروض الموضوع يبقى سهل، وانا معافر ليه، هو انا ليه بعافر، مش المفروض الموضوع يبقى اسهل من كده؟ لا مش اسهل من كده. مش معنى ان في ناس بتماركت لك انه سهل انه سهل، هو مش سهل، حاجه كبيره. احنا عندنا very very famous gem quote اسمها if it was easy everybody would do it، لو الموضوع كان سهل كان زمان الناس كلها فورم. وده مش حقيقي، الناس كلها بتعمل ايه؟ الناس كلها بتعمل السهل، اللي هو ايه؟ اللي هو انا بتعرض لاي موقف وانا بعمل اللي انا الموقف ده يستدعي. يعني والله الموقف ده فيه قطايف هاكل قطايف، الموقف ده فيه ورق عنب هاكل ورق عنب. الصعب بقى هو اللي محدش بيعمله واللي احنا هنعمله ان شاء الله علشان نوصل لحاجه جديده. لو انا حد عامل وخلاص اصلا خلاص وصلت للوزن اللي انا عايزه، سيبك من الوزن، الوزن ملوش لازمه، بطني نزلت تمام، برضو تحاليلي بقت كويسه، خلاص انا بقيت كويس، خلاص انا بس عايزه احافظ على صحتي. لو انت اصلا وصلت للمرحله دي، ده معناها ان انت عملت العادات الصح فتره طويله قوي، لانك استحاله توصل للمرحله دي في 3 شهور على فكره، على عكس ما ناس كتير بتقول لك.
انت كده بقالك كتير قوي بتعمل كده، بقالك كتير قوي محافظ في اكلك، وبقالك كتير قوي محافظ في تمرينك وملتزم وتتمشى وتتمرن والكلام ده كله. عمر العاده اللي بنيتها في سنه ولا اللي بنيتها في سنتين ما تروح في قعده. فالنوع ده من الناس عنده بيز ممكن يسند عليه، يعني الكوتش مثلا اللي هو بيتمرن منذ نعومه اظافره لو قعد مع ماما وكان النهاردة رقاق وجلاش وملوخية وفتة ومش عارفة ايه، هو عارف، هو واحد بقاله 10 سنين بيعمل دايت، هو عارف ان مش الاكلة دي يعني اللي هتجيبه ورا، هيرجع تاني زي ما كان. فلو انت من الناس اللي بقالها كتير قوي كتير قوي بتعمل دايت وكلت مرة حاجة مش حاجة مؤذية، الحاجة دي هتأذيك في ساعتها. اي اكلة بناكلها وحشة بتعمل لنا حفلة انسولين واحتمال كبير قوي تتخنى، صح؟ بس ما عندكش حتة الخوف بتاع يا نهار اسود لحسن ما اعرفش ارجع تاني. فدي البريفليج اللي عند الناس القديمة. هو مش احسن منك عشان احسن منك، هو مجرد ان هو قديم، هو بقاله كتير قوي عنده العادة دي، فهو عارف انه مش هيكسرها في قعدة، وانت هتوصل للمرحلة دي لو فضلت مكمل. ففي نوعين، النوع اللي لسه بيبدأ والنوع اللي مكمل بقاله كتير قوي. وما تفتكرش انك عشان بقالك 3 شهور تبقى كده بقالك كتير قوي خالص، ال3 شهور عادي جدا ممكن يتكسروا. و ستيل برضه لو بقالك 3 شهور بتعمل حاجه هتكون لسه عندك فكره ان الحاجه دي غريبه عليك ودي حاجه انت لسه بتجربها، وانك بقالك 3 شهور بتعمل دايت على عكس اللي بقالك 20 سنه ولا 30 سنه ولا 40 سنه حسب عمرك كنت بتعمله. فستيل ده فراكشن قليل قوي قصاد اللي كنت طول حياتك بتعمله، على عكس لما يكون اصلا عنده 20 سنه و10 سنين منهم او بقاله 10 سنين منهم بيعمل دايت بسبب بطولاته ولا بسبب وات ايفر، بسبب تمرين ولا وات ايفر، بيكون عنده حاجه يسند عليها. فاحنا هنخرج وهنعمل عزايم بس بالمعقول، ومش هنقرب قوي من بعض عشان الظروف اللي احنا فيها، وهنعمل هناخد بالنا من اختياراتنا في الاكل. لو احنا في حاجه احنا مدمنينها لازم نبعد عنها تماما، مش هناخد الموضوع شخصي. مش هتفتكر ان انت لو قعدت قدام القطايف على السفره نص ساعه ودوقتها يبقى انت كده ما عندكش اراده. مفيش حد عنده النهارده من الاراده، واللي عنده على اخر اليوم تقريبا بتخلص. بس انتوا طيبين. This was Dr. Wild. Have a good day.